مرحبا برج الثور، هذه قراءتكم العاطفية، قراءة تصلح حق الطالع والشمسي والقمري. هاليوم بسوي القراءة بأسلوب المرأة، يعني أنت على هاي الجانب والحبيبة والشريك على الجانب الآخر، ونشوف اختلاف الطاقة بينكم وتوافقها خلال الشهر. ممكن أيضا أنت ناسبك الجانب الآخر، فخذ القراءة بما يناسب طبيعة علاقتك مع الشريك. راح نشوف أول شيء جانبك أنت يا برج الثور، ورابع كارت. الكارت الأولي راح يكون الطاقة العامة أو الطاغية على علاقتك مع الشريك خلال الأسبوعين القادمين من هالشهر. شوف الشريك، الطاقة العامة والطاقات المتفرعة عندنا. نشوف هنا برج الثور، أول كرت عندك الإمبراطورة، مقبل على فترة نعم مادية أكثر من العادة وفترة راحة، فترة رخاء، وكأنما قاعد تتباهى بالرخاء أمام الشريك وأمام اللي حولك. أوكي برج الثور، أشوفك هني عندك طاقة الإمبراطورة وهي طاقة برج الميزان. الشريك أو الحبيب عنده طاقة أيضا برج هوائي وهو الجوزاء. هني شوف ما بين الكرتين، أشوف أن طاقتك جدا راح تكون منسجمة مع الشريك الفترة القادمة أو خلال الأسبوعين القادمين. أنت راح تمتلك، إذا كنت بانتظار أموال أو بانتظار مثلا ورث أو دفعة مالية، راح أنت تملكها أكثر من الشريك في الفترة القادمة، أو على الأقل راح تملك أو يعطيك الشريك لأنه يحبك، لأن عندنا كرت العاشقين هنا، راح يعطيك التحكم المالي المطلق والثقة التامة فيك، راح يقولك أنا أثق فيك، تحكم أنت بأمور المنزل، أو يعطيك الأموال مثل الأمانة عندك. أنت هنا تشعر بالازدهار، بالبهاء، كأنما قاعد تباهي أهل الشريك، المجتمع، محيطك الخاص، أن شوفوا فلان أو شوفوا حتى فلانة شلون واثقة فيني. درجة الثقة العمياء هني، بما أن العاشقين ممسكين بعض وهم مغمضين عينهم، بما معناه الثقة راح تكون عمياء من الناحية المالية، وأيضا من ناحية أن الشريك هو اللي راح يضخ أمواله فيك، خصوصا إذا كنتوا مقبلين على فترة خطوبة أو زواج، راح يعطيك أنت في يدك المبلغ الكبير، المبلغ الكامل، ويقول لك أنت تصرف. إذا داخلين مشروع شراكة مع بعض أو بناء، راح يعطيك كأنه ما يرجع بعدين إلى البيت، ويخلي الأموال عندك، يستودعها عندك. أنت راح تحكم أو تحسن التصرف فيها، راح تكون خير مؤتمن، ولكن في نفس الوقت عندك طاقة التباهي. خلينا نشوف باقي الكارتات. هني أول كرت ملك النار أو ملك الأغصان يقابله الخماسيين. شريكك في الفترة القادمة يقول لك يا برج الثور، أنت في الماضي احتمال أني ما وثقت فيك، أو ما أنا كنت عند حسن ظنك. أنا يا برج الثور كنت أتصرف بطريقة عشوائية، بطريقة ساذجة غير ناضجة. طاقة المراهقين عندنا هنا، إنزين، ما كنت أتصرف أو أحسن التصرف، ولكني أثق الحين أن أنت يا برج الثور اللي لازم تضع الخطط لنا. إذا كنتوا مقبلين مثلا على انتقال أو زواج، راح ينظر لك الشريك أنت عشان تتحدد أي كثر أموال راح تصرف في هاي الجانب، أي كثر أموال راح تصرف في هذاك الجانب، وحتى مثلا لو مقبلين على زواج، من اللي راح تدعوه؟ عصا التحكم في يدك أنت، كأنما يقول لك أنت تفصل وأنا ألبس، أنت تخيط وأنا ألبس. واثق في حكمك، عندك طاقة ملك، طاقة النضوج، طاقة أثبت نفسك، مو فقط للشريك يا برج الثور، أنت أثبت نفسك على المدى الطويل، لأن هذه هي طبيعتك الترابية. ولكن كأنما هني إثبات النفس راح ينتقل إلى من طبيعة ترابية إلى طبيعة نارية. النار هي طاقة الأفعال، طاقة الأوامر المباشرة، طاقة أني أنا أنظر إلى مصلحتي أو مصلحة علاقتنا قبل أي شيء ثاني.
والشريك ايضا راح يكون متجاوب معاك بشكل جدا جميل في الفترة القادمة، لان انت هني اشوفك اللي تتحكم على اي رجل او على اي خماسي يضع رجله. التحكم راح يكون عندك انت، مثل العصا اللي تأمر فيها وتنهي على الشريك في الفترة القادمة. انزين، وان كانت عنده، اذا كان ينطبق عليك هذا الشيء وشريكك في السابق كان عنده خيارات اخرى، فتأكد انه في الفترة القادمة راح انت تكون الخيار الاول بالنسبة له، راح يتخلص من هاي الطاقة. قاعدة اشوفها تروح هذه الطاقة، لانه يشوفك انت بعين الشريك المثالي، الشخص الموثوق، مستودع اسراره. الكرت اللي بعده، عندك 4 السيوف. اوكي، 4 السيوف. لحد الان عندك مخاوف، عندك نوع من المخاوف، لان السلطة او القوة قاعدة تتحول تجاهك مرة واحدة. تعرف لما يقول لك احنا ما نخاف من الفشل كثر ما نخاف من النجاح، نخاف ان نستيقظ يوم من الايام كل ما نحلم فيه تحقق عندنا. ما راح نقدر نستوعب هاي الطاقة. عندك طاقة كبيرة قادمة في طريقك من القراءات السابقة، ترى تبدأ تشوفها تجاه برج الثور قادمة في الطريق. طاقة الامبراطورة، الرخاء المطلق، الاموال مع الزرع مع الازدهار مع الابناء، كل شيء، خصوصا اذا كنت تحاول ايضا انت والشريك في الانجاب، راح يكون في راحة بعد التعب. مقابل طاقة 4 السيوف، العربة، كأنما انت في البداية، هني في البداية راح تكون سعيد انك تعطي الاوامر في طاقة ملك النار، تقول للشريك سوي كذي لا تسوي كذي، بنعزم فلان ما بنعزم علان، راح نروح هذه الدولة او نسكن في هذا البيت. انت تختار، انت عندك طاقة الاختيار وطاقة التحريك للشريك. ولكن بعد فترة لما تهدأ الطاقة عندك تبتدي تستوعبها، يعني يصير لها مثلا كم يوم او اسبوع، راح تبتدي شوي تدخل في طاقة تخوف، طاقة اريد ان ارجع الى طبيعتي المرتاحة قبل هذا الوضع، طبيعتي المريحة، طبيعتي اللي ما عندي فيها الكثير من المسؤوليات. لكن الشريك هو اللي راح يكون سندك في الفترة القادمة، راح يكون في توافق جدا جميل بينكم. لما انت تتعب هو راح ياخذ عنك دفة القيادة. عندنا كارت العربة، كارت برج السرطان، يعني ايضا عندنا الابراج النارية، ولكن راح اقرا الابراج الرئيسية. البرج الرئيسي للعربة هو برج السرطان. كأنما الشريك لما انت تتعب، شفت في نوع من السباق الجري، يكون في تتابع من شخص الى شخص، كل فريق يقف عند منطقة معينة، كل شخص في الفريق، وكل شخص يحمل الراية او العلم الى فقط مسافة معينة، بعدين يتعب هذا الشخص، يكمل الشخص من الفريق عنا المشوار. راح تكون كذي طاقتك مع الشريك في الفترة القادمة، خصوصا اذا كان فيها انتقال، سواء انتقال الى مدينة، انتقال في عمل، انتقال من العزوبية الى الزواج، انتقال الى مرحلة دراسية جديدة. راح يكون الشريك جدا متوافق معاك، وتعجبني طاقته، لانه مو اثنينكم تحاولون تتحكمون في نفس الوقت، لا، في البداية راح يعطيك انت دفة القيادة. لما انت تحس الموضوع صار وايد عليك او تعبت، هو اللي راح يمسك بلجام الامور بالتحكم وياخذ المسؤولية عقبك. جميل هذا، احب طاقة سباق التتبع اللي بينكم. نشوف اخر كارت، 5 الخماسيات. 5 الخماسيات، حبك في مساعدة، حبك لمساعدة الاخرين يا برج الثور في الفترة القادمة احتمال سيمثل لك نقطة ضعف شوية، لان انت قاعد تصعد مع الشريك او تدخلون على مرحلة جديدة، فما تقدر في هذا الوقت في نفس المرحلة تتحكم بزمام الامور في حياتك، ايضا تساعد المحتاجين او تساعد احد من الاهل والاصدقاء اللي يطلبون مثلا وقتك، اموالك، يطلبون اهتمامك لمشروع معين مثلا. ملك الاكواب، شريكك سيكون متفهم، ولكن شوف لما يكون عند ملك الاكواب معناته صح، انت لك الحكم في الامور المالية في الفترة المقبلة، وشريكك سيساندك ويثق في حكمك ويسمح لك حتى باتخاذ القرار. ولكن
لما يأتي الموضوع إلى نصيحته، مو معناته إن أنت عندك التحكم إن ما تسمع ترى نصيحة الشريك. عندنا طاقة الأبراج المائية هني، إنزين قلت لك هني السرطان ممكن أيضا يكون حوت أو عقرب. إذا شريكك نصحك إن مثلا هذا المبنى ما يصلح، هذه الجامعة ما تصلح، أو خلى مثلا نسوي العرس أصغر من كذي أكبر من كذي التفاصيل، أو مثلا لا تعطي أموالنا اللي إحنا نحتاجها في الفترة المقبلة إلى الأصدقاء أو الأهل اللي يطلبون منك، حافظ على الأموال، احرص إنك تسمع نصيحته، لأن ملك الأكواب دائما نواياه طيبة، تقدر تثق فيه، تعتمد عليه. تعتمد عليه، ما راح ينصحك من أجل أنه هو يتحكم بدالك، هذا ما ينظر. شريكك في الفترة القادمة ما ينظر إلى الرغبة في السلطة. سعيد جدا وفخور فيك، حتى ملك الأكواب دائما هو طاقة الأب الفخور، فخور فيك أن أنت في النهاية وصلت إلى طاقة أن أمسك بدفة التحكم، ولكن في نفس الوقت لا تسمح لطبيعتك الطيبة اللي دائما تحب تساعد فيها الآخرين، سواء بالأموال أو بالوقت، مثلا ربعك أو أصدقائك يطلبون منك وقفة، الآخرين يطلبون منك أنك تعمل أكثر وقت أو تعمل أوفر تايم، مهما كان الموضوع في الفترة القادمة دائما احرص، وإن كانت دفة التحكم عندك، أن تشاور شريكك، تعتبره مثل المستشار الحكيم اللي تقدر تعتمد وتثق بنواياه. خذ رأيه قبل ما تقبل على أي خطوة. بتقولي ليش؟ بقول لك لأنه لا تنسى أنه هو راح يكون الشخص اللي واقف معاك يتحمل نتائج قراراتك، راح يأخذ الدفة بعد ما أنت تتعب ويكمل المشوار. فبما أن هذا عمل جماعي لازم يكون فيه تنسيق. راح أشوف كيف راح تتطور الأمور بينكم خلال هذا الشهر، أو إلى أين ستصل. أوكي، هذا كارت برج الثور. شوف الكارت الثاني للشريك، وقلت لك ممكن الجانب الثاني هو اللي تحس إنه يناسبك أكثر، فخذ الجانب اللي تحس يناسبك مع الشريك. هذا الجانب الشريك، أتوقع أيضا أن شفت كرت طاقة مائية. عشر الأكواب، السعادة الكاملة، الأسرة المستقرة، تقليدية ولكنها مستقرة وفيها الكثير من الحب في نفس الوقت. وأنت عندك بالضبط، سوري مو عشرة الأكواب، الكوبين، طاقة السولميت، طاقة الحب، طاقة اللي ممكن أسوي أي شيء عشان أنت ترضى عني. وانت عندك عشر الخماسيات، قلت لك الكثير من الاموال، او على الاقل لو مو الاموال نفسها وانما القرارات بخصوص الاموال، ممكن يكون الشغلتين، حتى القرار او حكمك الاخير الاموال على وين تصرف ولمن تعطى وعن من. يمكن انت هنا بعد عندك طاقة تريد ان تمنع اشخاص معينين من الحضور الى زواجك، من ان يعرفون عن امرك مع الشريك، ما تبيهم يعيشون هذه المرحلة من الازدهار معاكم، لأن كأن ما تراهم هني كما الأعداء. يمكن أنت بعد اللي تشوفهم كذي، ما تثق فيهم، ما تبي تدخلهم في حياتك. شريكك يقول لك خلال هذا الشهر رح نجتاز هذه المرحلة مع بعض، أنت أؤمر وخلني أنا أحبك، أنا رح أعطيك طاقة الثقة، طاقة اللي مستعد أكون معاك سواء، وهذه طاقة جميلة. شريكك مو راح يكون معاك أو يقف معاك فقط لما تختار الخيارات الصحيحة، لا، حتى لما تخطأ يا برج الثور، حتى لما تختار تحط أموالكم أو تقوم حتى ببعض الاستثمارات في الوقت أو في الجهد، أو حتى تحط ثقتك في ناس خطأ، بعد سيوقف معاك، بعد ما راح يتخلى عنك. طاقة السولميت أو توأم الروح. أوكي، وعشر الخماسيات، طاقة الأسرة مجتمعين مثل ما تشوف هني، الأسرة، العائلة، الأهل، السعادة الكاملة. عشر الخماسيات هي مرحلة نصل فيها مع بعض، مو جهد فردي. وأيضا لما نصل إلى هذا الكمال، لأن أعلى رقم في التارو هو 10، نقدر نتباهى. قلت لك من البداية عندك طاقة التباهي، الإمبراطورة، طاقة أنا أملك كل شيء،
الزوج، الأموال، السعادة. وإن كنت الحين تحس أنه ما ملكت كل شيء، تأكد أن معنى هذه القراءة أن هذا الشخص أوكي راح تقدر معاه تحصل، الشخص اللي بهذه المواصفات راح تقدر تحصل معاه على كل ما تتمناه. أنت على الطريق الصحيح.